مهما كان المبرر، لأن واضح إن في فعل أدى لرد فعل، لكن الصمت مش في صالحه. بس قلب السوشيال ميديا من امبارح بالليل، هو صفى عمرو دياب لشاب طلب يتصور معه، ممكن يعني يحصل خلاف بينه وبين جمهوره. طبعا عمرو دياب عليه انه يمتلك الثبات الانفعالي، اهم حاجه عند الفنان اللي بيواجه الناس، سواء كنت ممثل كنت مطرب، اذا بتواجه الناس لازم يبقى عندك ثبات انفعالي. مش ممكن شيء يخليك تخرج عن اللياقه الادبيه. عمرو فعلا انا رايي، انا ما اعرفش ايه المبرر، بس انا بقول حتى مهما كان المبرر، لأنه واضح ان في فعل ادى لرد فعل، وقد يكون الفعل سيء جدا، حد شتم مثلا، يعني اقصاها انه في شتائم سمعها في ودنه اتقالت له، فكان رد فعله غير يعني بشكل لا شعوري اللي حصل، لكن ده لا يبرر. فعشان كده ارجو ان عمرو بسرعه يطلع بيان بصوته ويعتذر فيه عن اي اساءه، ويحكي ايه اللي دفعه وصلنا للمرحلة دي، لكن الصمت مش في صالحه. بس حضرتك بتقول ايه ده على عكس طبيعة عمرو دياب، يعني دايما هو بيلتزم الصمت في كل حاجة. ما عشان كده المرة دي الصمت مش لصالحه، يعني هو دايما فعلا بيسيب الدنيا لوحدها، اقول لك هتخلص لوحدها، تبدأ قوية وبعد كده بتنتهي، عنده يعني قناعة بده. لكن بقول له المرة دي لانه الجمهور حس ان هو المصفوع، يعني هي ليست صفعة لشخص، لا الناس كلها قالت يعني واحد بيحب واحد عايز يصور معاه، حاجه حصلت، انا احساسي في شيء حصل، في تجاوز ما. لكن انا بشوف يعني شفت عمرو قريب من كام شهر كده، بشوفه بيتصور مع الناس ودايما في ابتسامه وفي ودود، ايه اللي اخرجه بره ده؟ عليه بقى انه يقول.